يجب أن نحملها بعيداً إلى مكب الكمامة. لما لا نمزقها؟ كيف تمزق قطعة معدنية دون جرح يدك؟ ماذا سنفعل بها إذا؟ سنرميها في المفرمة. هل سمعت الصوت؟ أبداً. صوت غريب، كأنها قطة تقول سأستعيدها. ربما صوت الرياح. ربما. لا أعرف لما يحب الجميع هذه الخوذة، تبدو سخيفة بالنسبة إلي. انظري، خاتم ذهبي. انظري، قلادة ماسية. واو، أسوارة من اللؤلؤ محفور عليها اسمي. بسرعة، اقتربنا كثيرا. أوه، لا أستطيع أن أعيش، إنها ثقيلة. إذن أعطني الخوذة، سأتخلص منها. لا، هذه مهمة الرجال، وأنت بنت صغيرة. أنا سأحمل الخوذة للنهاية، ولكن يمكنك حملي. تفضل، أنجزت مهمتي، دورك الآن، ارمها في المفرمة. طيب، إذن مع الكمامة. داروين انتبه. أعطني خوذتي. أعطني خوذتي، إنها لي. جامبول، ما مشكلة صوتك؟ أريد أن أسعل. أحسن. أها. لا. استسلم جامبول، نحن اثنان وأنت واحد. أوه فعلا؟ ليس والخوذة على رأسي. ليس طويلا، هيا يا داروين. لن تصيباني فأنا أكبر محظوظ على وجه الأرض. ليس حظا، فلسنا ماهرين في التصويب. إذن سوف أساعدكما. هيا أنايز، مستحيل أن نخطئه من هنا. أحسنتم، لكنه دوري الآن. انظروا، ماكينة قذف للكرات. ها، أرينا كيف ستعمل دون كهرباء. بسيطة، هذا مولد. أوكي، أصدق أنا للقطة حظوظ. أهرب. لقد حاصرنا، ماذا سنفعل الآن؟ ناوليني تلك العصا. لماذا؟ لا تشغلي بالك علي، أخبري الجميع أنني أحبه. ماذا؟ داروين لا. لا، حظي. هيا داروين، سقطت الخوذة. ممتاز. لا 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 لا. اقتربت منها. مستحيل، هل فقدت عقلك؟ خوذتي، سأعيدها حالا. أعطني يدك. لا، سأستعيد حظي. أرجوك يا جامبول، إنها قطعة معدنية. فكرا بما يمكن أن نفعله بها. نعم. أوكي، اسحباني بسرعة. اسمع جامبول، كما للخوذة حظها فأنها سيئة. انظر ماذا فعلت بك وبماما وببابا. لكنني لا شيء بدونها. جامبول، ونحن لا شيء بدونك. أعطني يدك الثانية. عزيزتي، أخبرتك أنني سأبحر به. هل
هل اقتربنا من البحر؟ نعم، سنصل بعد يومين.